ازيكم يا مواليد برج الدلو؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الدلو اليوم الاربعاء 8 ديسمبر كانون الاول 2021. اليوم لا تبدو قادرا على انجاز اي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرا للخلف. اذا استمريت في العمل بثبات سوف تكتشف النجاح مرة اخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة مع شريك حياتك وأيضا مع الأصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف. يشكل التوتر خطر على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط. بالنسبة لك يا دلو، عاطفيا يسيطر الاستقرار على حياتك العاطفية الحالية، ويتم إحياء المشاعر التي كنت تعتقد أنها بردت بسهولة. إذا كنت عازبا فأنت تنجذب على الفور إلى أشخاص جدد وتظهر مدى لطفك حتى لو كنت من النوع الخجول، فمن الصعب إخفاء ما تشعر به. أنت تمنح الآخرين فرصة للتعرف على جانبك الأكثر حساسية. بالنسبة ليك يا دلو، مهنيا يمكنك تقديم الدعم للزملاء في الأمور الصعبة بدون قلق. أنت على دارية بالتقارب العميق معهم، والذي له تأثير قوي ومفيد ويؤثر بشكل بناء على خططك. أنت قد فتى لكل المشاكل والشعور بالتوازن وعدم الارتباك. أنت مليء بالحماس والطاقة. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، يستمر القمر في برج الدلو، بما قد يجبرنا على احتضان تمردنا الداخلي وتحدي الوضع الراهن. يدفعنا هذا النجم اللامع إلى فتح عقولنا وفهم حقيقة كل الأمور بغض النظر عن مدى غرابة ذلك. أورانوس هو الحاكم الحديث لبرج الدلو، وهو موجود حاليا في برج الثور، وهو ما يحفزنا على المشي على الجانب البري. توقع ما هو غير متوقع واحتضن الأحداث أو المشاعر الغريبة التي تتجه في طريقك. تنسجم الشمس وعطارد وكلاهما في القوس ومع القمر، مما قد يضيف نعمة اجتماعية. ومع ذلك فإن الكواكب المريخ وفي برج العقرب اليوم سيكون المشتري في برج الدلو يتصلان بالقمر، مما يبرز ضروريتنا الداخلية إلى أن الجمع بين كله والقمر يتطلب منا احتضان قوتنا والوقوف على أرضنا. أنت قائد مجموعتك، مما يعني أن لك تأثير كبير على زملائك. الآن يمكنك استخدام شعبيتك من أجل قضية جيدة وتنظيم احتجاج محلي أو دعم مؤسسة خيرية مع فريقك من خلال قائمة أو جهات الاتصال الطويلة الخاص بك. يمكن أن يكون مساعيك الإنسانية ناجحة للغاية. دائرة صداقاتك تتطور وتتغير. من المهم ملاحظتك أنك لا تنمو بعيدا عن أصدقائك. أنت تغير طريقك وتفاعلك معهم. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم ومعاكم.